ولكن عندنا فيديو مهم جدا بمناسبة المغالطات، الفنان المحترم هاني شاكر عايزين نرد عليه في بعض المعلومات بسرعة، بس رد موجز ونتمنى يقف عنده ويسمعنا فيه. نطلع ونشوف الفيديو. الزمالك بيتحارب يا أستاذ هاني؟ الزمالك بيتعرض لمؤامرة من وجهة نظر سيادتك؟ طبعا طبعا، وعلى فكرة ومن فترات كده يعني أنا بلاقي ناس ساعات على اليوتيوب بيقول لك انه يعني بعض المواقع الزملكاويه يقول لك انه في 2005 اعتقد يا احمد برضه نفس الحكايه، الزمالك ما اعرفش اخذ ثلاث اربع مرات الدوري وخد بطولات وغلب ما اعرفش ايه وعمل ايه، فاتحل المجلس في 2000 وما اعرفش وكام نفس الحكايه، دي ثالث مره يتحل فيها المجلس. صحيح. مع ان المره الوحيده اللي اتحل فيها مجلس اداره الاهلي مثلا الوزير هو اللي اتشال، مش المجلس هو اللي اتشال. الفنان المحترم هاني شاكر كان قبل كده الموضوع بالنسبه له لايت، وطلع مع ابله فاهيتا، وكان الموضوع فيما يخص حتى نادي الزمالك بهدوء، يمكن الدنيا متوتره شويه، وقال معلومات تخص نادي الزمالك، عدد حل المجالس، ليه اتحلت، مين اللي جاء، مين اللي انتخب، الدوله كان موقفها ايه، كل ده شأن زملكاوي ليس لنا أن نعقب عليه، حتى لو في معلومات فيها خلط وفيها أخطاء كتير جدا هو يرجع لها. ولكن فيما يخص النادي الأهلي الموقف واضح وصريح. بداية المعلومة أن الوزير رحل كابتن طاهر أبو زيد بعد قرار النادي الأهلي، القرار كان بتاريخ 18 يناير 2014، وكابتن طاهر أبو زيد رحل في 25 فبراير 2014 مع تغيير حكومة المهندس الدكتور حازم الببلاوي بالمهندس إبراهيم محلب. الموضوع ما كانش ليه أي علاقة بقرار النادي الأهلي اللي المجلس قعد فيه 70 يوم، لم يتم إلغاء القرار على لسان الوزير طاهر أبو زيد، ولكن اتقال إن القرار تم تأجيل تنفيذه لحين عقد الانتخابات، 70 يوم قعد المجلس فيه ورحل بالكامل، وجاء مجلس ما فيهوش ولا عضو من المجلس اللي كان اتقال ان هو رجع السبعين يوم دول. اي استفادة وقعت على النادي الاهلي؟ صفر. مفيش اي استفادة وقعت على النادي الاهلي. النادي الاهلي ما اعتقدش فيه اي مجاملة ليه احمد في الموقف. بص، هي القضية كلها ان الكابتن او الفنان هاني شاكر حصل عنده الخلط، وحتى يعني انا شايف ان في نقطة وقع فيها غلطة وندمان عليها، هي فكرة خد مواقع أو بعض صفحات، إن كل ما الزمالك بيحقق حاجة الموضوع بيكون في إقالة مجلس، وده مش حقيقي برغم إن المجالس المعينة بتيجي تحقق إنجازات مع نادي الزمالك. لكن عندنا رئيس نادي الزمالك الحالي أو رئيس اللجنة الثلاثية الحالي بيوضح ليه المشكلة دايما بتحصل ومفيش استقرار إداري في نادي الزمالك. ده مش كلامنا، ده كلام من رئيس اللجنة الثلاثية، أتمنى الكابتن هاني شاكر يسمعه. والله انا لو اتكلمت في حته عدم الاستقرار دي، انا مش عايز اقول ان ده طول عمرنا، حتى واحنا يعني واحنا مشجعين ليه يا فندم واحنا من بره، ما اعرفش انا طبعا ليه، اكيد دواعي انتخابيه 100%. صراع كراسي يعني، ده 100% يا فندم. ما يبقاش الصراعات الانتخابيه وحضرتك عارف اساليبها ايه والكلام ده كله، هي اللي بتؤدي لعدم الاستقرار طبعا 100%. اعتقد تصريح واضح جدا من رئيس نادي الزمالك، ويمكن استعرضنا قبل كده تصريح لعضو مجلس اداره سابق في نادي الزمالك عبد الله جورجو، قال ان انا او المجلس الاستقرار اللي هو فيه بسبب عدم رفع قضايا فيه، فالموضوع شان داخلي يخص نادي الزمالك، لو نادي الزمالك بيطالب بالفعل باستقرار يا ريت يكون مفيش نزاع بعد الصراعات الانتخابيه. اعتقد يا كابتن هاني او يا استاذ هاني شاكر، وانا اصلا من البيك فان بتاعك، انت محتاج تقول على التصريحات دي يا ريتني.